سلام الروقان ده. ده شكل شغلانه امبارح كانت عينه. هو كان في شويه مشاكل بس الصراحه فلوسهم حلوين. انا عملت لك سندوتشات. انت ممكن تحضرني في اي حاجه بس لحد ما اخلص لبس هاخدهم معايا السنتر. ماشي. هخش اكمل لبس. لا عايز احط لك السندوتشات في كيس. ماشي مش مشكله. طيب مش عاوزه تنزلي معايا؟ لا لسه شفتي مش دلوقتي. طب تيجي نعمل اي حاجه عشان خاطري. يلا نزلني بدري عشان تجيبني الشغل. هم خمسة على طول وهنقلب بشنطاتي. سيف المدام بتسأل على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز. انا هطلع اشوف سمعنا. تعالى بقى. صباح الخير. صباح الخير. طيب انا لازم امشي. طب ما تخليكي قاعده شويه. لا رحاب عايزين اروح بدري النهارده فلازم امشي دلوقتي. خلص وكلمني. ها باي. تحت امركم. مدام هلا تفتكري حسن كان معزوم على الفرح ولا قرر انه يروح من نفسه؟ معرفش. اكيد طبعا ده فرح اخوه. مفهوم طبعا اخوه كل حاجه بس حسن كان على علاقه بالعروسه قبل ما تعرف سيف. تفتكر انه من المنطق انه يحضر الفرح في وضع زي ده؟ والله الموضوع ده يخص سيف وحسن انا معرفش عنه اي حاجه. واعتقد اكتر حد ممكن يفيدك ويرد على السؤال ده هو سيف مش انا. بس كل اللي انا اقدر اقوله انه مستحيل كان سيف هيكمل في الجوازه دي اذا كان حاسس ان الموضوع ممكن ياثر على علاقته باخوه. سيف عمره ما بدا حاجه على اخواته ومامته عمره. عموما هو عزمك وما دام قدر يحافظ على علاقته بطليقته بعد اللي حصل ما بينكوا فمنطقي طبعا ان هو يعزم اخوه. مش كده برضه ولا ايه؟ ازيك؟ اتفضل. انا مش جاي اقعد انا جاي عشانك. مش هينفع هنا. اكيد مش هينفع خالص. حر الجو النهار. في زباين كتير ولازم اروح له. انا رايح المكتبه وعايزك عشان نروح المكتبه. مش وقته خالص. بلاش رجاله متجوزه يا رحاب. خلاص بقى خلاص بقى. ماشي. لقيتيني بسهوله مش كده؟ عرفت ازاي ان انا انا من اول الفرح لاخره وانا قاعده بعيط لدرجه ان انا جالي هبوط في الدوره الدمويه فكانوا هينقلوني المستشفى. ايه امال انت بتقوليه لها ده؟ على فكره كنت مبسوطه جدا وبتتنططي من الفرح. يعني انت كنت متضايقه ان مامي هتتجوز بابي؟ ليلى هتعملوا ايه النهارده؟ عايزه تروحي البحر؟ مامي وقتها كان عندها 21 سنه وكانت لسه في الجامعه وكل الولاد كانوا عينهم عليها. أنكل نديم وأنكل طارق. طارق فكري صاحب أندوشين؟ واو واو. كلمهولي كتبناك يا روحي. بس مامي كانت بتحب عمر من وهي في أولى جامعة. غرام يعني. زي الأفلام كده. شفتي الأستاذ الخليل؟ شبهه بالظبط. ما أنت كمان بتحبي عبد الحليم يعني. أحبه لكن أتجوزه لأ. الافلام كانت دماغك مش جايباه من بره.
اهم حاجه كاريرك يا لولا. الحب لذيذ بس الجواز والكارير دول حاجات تانيه خالص، والجواز يحكم فيه عقلك مش قلبك. كفايه كده وملبسها عشان رايحين البحر. في ايه يا عمر؟ هو انا مش بتكلم معاها؟ احكي لها الكلام ده مره تانيه ان شاء الله. صلاح تعالى رايحين البحر وملبسها. ما كانلوش اي لزوم اللي انت بتقوليه ده. ليه وانا قلت ايه يعني؟ هو انا ما اعرفش اتكلم مع حفيدتي؟ هو انت كمان مش حاسه انت بتقولي ايه؟ بجد حرام عليكي. ميرسي خليها تربيها. من فضلك تأكد ان الواد لبسه. اوكي. هنا هنا صندوح. مش عايز تقوم تجيب لاخواتك حاجه يشربوها؟ لما اخلص. لما تقوم تعمل كده وبعدين ترجع تخلص. ماشي. اجيب لك ايه؟ انا ولا حاجه، لو لقيت لي ساندوتش هات. انا هطلع عصير الليمون بتاعها، شوف ليلى عايزه ايه، وانت دلع نفسك. كان بقالي سنين ما حسيتش باللهفة دي، كنتش على بعضي، مش دريان باللي حواليا، كل اللي على بالي هي وبس. هتبعت لي ايه دلوقتي؟ طب هي فين؟ مع مين؟ بتعمل ايه وهي بتكلمني؟ كنت في حاله غريبه مسيطره عليا تماما. ما كنتش ببطل كلام معاها، وابقى كذاب لو قلت اني ما كنتش مبسوط. هي فين هنا؟ فين هنا؟ ما شفتش بنت لابسه ابيض فاخده؟ لا ما شفتش. رحت فين يا حبيبتي؟ رعبتيني عليك. مش تقول لي يا ابني انها معاك؟ وانا مش عرفت انك ما تعرفش، هي لقيتها جايه لي على البار. يا حبيبتي حركيش مكانك ابدا من غير